نعرف مزيد من التفاصيل معنا دكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور صباح الخير، بنرحب بيك. صباح الفل، اهلا بيكي استاذ كريم، اهلا بيكم. صباح الخير، اهلا بحضرتك. ومعلش يعني انا عايزه تفسير لهذه الظاهره اللي كنت بتكلم عنها قبل ما نشوف درجات الحراره، بنبقى في نفس اليوم في نفس المكان وكل حاجه واحده، وبعدين نقف في الضله نبرد فنضطر نلبس الجاكيت، نتمشى ثلاث خطوات يبقى في شمس نقلع الجاكيت. خلينا منك يا دكتور محمود، يعني نتصرف في الجاكيت ازاي بقى يا دكتور؟ تعبنا والله، اتفضل. هو طبعا مهم جدا ان احنا ما نقلعش الجاكيت خالص سواء كان في الظل او في الشمس، مهم جدا لان تغيير نوعيه الملابس قلنا ده بيسبب نزلات برد على طول. ودلوقتي نزلات البرد ما عندناش برد، عندنا كورونا ما فيش برد. ايوه بس ايه التفسير ده يا دكتور محمود؟ والله يعني عايزين نفهم. لا هو طبعا الكتله الهوائيه نفسها مصدرها بارد، بس مع سطوع اشعه الشمس بيبقى الاماكن اللي فيها اشعه الشمس بتسخن الهواء، انما الاماكن الظليله اللي ما فيهاش شمس بيكون الى حد ما الهواء عشان بارد ما بنحسش باشعه الشمس فيه. اه فيعني انما الكتله الهوائيه نفسها بارده، مش كتله هوائيه زي كتله هوائيه الصيف او الربيع. لا، كتله هوائيه موجوده في شهر يناير فطبيعي انها مرتفعه، انها منخفضه في درجه حرارتها، بس فترات سطوع اشعه الشمس هي اللي بتفرق معانا شويه، خصوصا طبعا ان ما فيش سحب خلال هذه الايام، خاصه اعتبارا من النهارده ولغايه يوم الاربعاء ما فيش سحب خالص، هنلاقي فترات سطوع الشمس متزايده، وده هيتسبب في ارتفاع درجه الحراره الى 23 و24 و25. لا ده احنا نروح نعوم بقى يا دكتور محمود. هو احنا مش مكتوب لنا انشاتي السنه دي ولا ايه الوضع؟ هو طبعا الشتاء السنه دي حنين معانا شويه الحمد لله، اجواء يعني ده ما جاش يا دكتور حنين، ده ما جاش اصلا الشتاء، ما جاش لسه. معلش احنا بنشوفه بالليل بس، والصبح بدري بنلاقي درجة الحرارة 9 و10 درجة مئوية، طبعا ده يعني انخفاض كبير في درجة الحرارة، خصوصا لما بنلاقي ارتفاع بالنهار، يعني لو قلنا 23 و25 وبالليل 10 و11 فطبعا فرق كبير جدا بين العظمى والصغرى. صحيح، ده بيخلينا من عدم تغيير نوعية الملابس خالص. استقرار الفترة في الأجواء، مفيش سحب مفيش هواء كمان، فهنبص نلاقي ما فيش شبوره، الدنيا كلها مستقره بشكل كبير، الرياح اغلبها جنوبيات غربيه جايه من الساحل الغربيه يعني الى حد كبير، وفترات متزايده في سطوع الشمس زي ما قلت لحضراتكم، ولكن يعني من يوم الاربعاء او من نهايه الاسبوع خميس وجمعه تحديدا في تقلبات جويه وفقا للنشر اللي اصدرتها الهيئه العامه للارصاد الجويه، هنلاقي تقلبات جويه وسقوط امطار حقيقيه. هو ليه دايما يعني التغيير الجو بيبقى في الويك اند؟ لا صح؟ اللي فات برضه كان كده، انت اللي شككت كتير يا استاذ رواني، مش عارف الموضوع والله يا دكتور محمود، الموضوع بقى غريب، بس يعني ان شاء الله خير. بس الخبر الحلو في اللي حضرتك بتقوله، الجزئيه الكويسه، ان مش هيبقى فيه شبوره، لان فعلا الموضوع ده صعب جدا، ويعني في اضرار كتير بتنتج يعني عنها، فده خبر كويس الى حد كبير برضه. شبوره خالص، الرؤيه تمام ممتازه على الطرق، وتسمح بحركه السفر على مدار اليوم كله، او الصبح بدري او في فترات النهار. نشاط الرياح مش موجود خالص، الملاحه البحريه معتدله تماما في البحر المتوسط والبحر الاحمر، يعني هنقدر نقول ان الطقس الشتوي دافئ خلال فترات النهار، وبيستمر شديد البروده في فترات الليل طبعا، ده لغايه يوم الاربعاء. يوم الاربعاء ممكن الساحل الغربيه كده ومناطق من سيناء تشهد تقلبات جويه وفرص سقوط امطار، تبدا الحراره تنخفض شويه يوم الخميس والجمعه مع تكاثر كميات السحب بقى وسقوط امطار، ممكن تكون غزيره على السواحل الشماليه وممكن تكون متوسطه كمان على القاهره والوجه البحري وشمال الصعيد، يعني في تقلبات جويه مع نهايه الاسبوع ان شاء الله وفقا للرصد اللي احنا رصدناه في الهيئه العامه للارصاد الجويه، وهنتابع كل يوم وهنشوف التقلبات ممكن تتغير ولا لا. احنا على طول هنتابع مع حضرتك دكتور محمود شاهين، شكرا ليك يا فندم جدا، شكرا.